انسجم بعيني انا شفت البنية حادمة. يعطيك العافية معلم صبري. اهلين وسهلين يا اخ. اهلا وسهلا ومرحبا. انا جاي افصل بدلة عندك. أميت مرحبا. اهلين وسهلين شرفت. بدي الجوخ من عندك كمان. ايه تكرم على عيني. بس بدي اياها قطعة مرتبة ها، يعني لا يعلى عليها. طلبك مجاب باذن الله. انا بعدني رئيس الكراكون بيقلك توصى فيني. ايه لا توصى حريص. رئيس الكراكون بيكون خالي، وحكى لي على هداك الزلمة اللي كان عم يضايقك كيف خلصت منه. ايه والله ايه والله له الفضل. وعلى فكرة قال لي خالي اخذ يلي بدي اياه وهو بيحاسبك بعدين. ايوه ايه شو عليه تكرم؟ في مجال نشوف القماشه من بعد اذنه. ايه شو عليه؟ ما في مشكلة منوب. الو اهلين وسهلين بابو وليد، شلونك؟ انا الحمد لله بخير. شو هالحكي؟ امتى؟ يعني اخيرا نوى يفوت على القفص؟ يا سيدي الله يجعل التمام على خير. شو هالحكي؟ انا معزوم؟ ايه بتشرف يا سيدي. علم علم سيدي علم. الله معك، مع السلامة. تعرف يا حسين، انا هامل حالي بمسألة طقم المدنية، هاي انعزمت على عرس وما عندي ولا طقم مدني. وينك؟ ناديلي لابو صبري ياخد قياسي وينقيلي جوخة تقيلة يدبر حالي فيها بهالعرس. امرك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. طول بالك طول بالك. اهلا وعليكم السلام اكرام. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين اخي. اهلين. انا بعتني لعندك رئيس المخفى، بيكون قرايبنا. ايوه اهلين وسهلين يا امري. وهالشاب الحلو الظريف يكون ابن اختي رئيفه. اهلا وسهلا اهلين. بعتني لعندك رئيس المخفى مشان تفصل له طعم لابن اختي. كفن عمري، صار كبير يقبرني، صار شاب واول مره بحياته بيلبس طقومه، ومن حسن حظك انه انت رح تفصل له اياه. ايه طبعا طبعا انا محظوظ كثير. وبالنسبه للحساب ما يكن لك هم، رح يدفع لك يا ابو خالد. مين ابو خالد؟ يو رئيس المخفر، ما قلت لك بقربنا؟ وقال انت وياه صحبه كثير للعظم، بالعلامه خلصك من واحد غليظ كان بده يقتلك. ايه والله الله سترني. ايه بقى بدك تنقي لنا شقفه جوخه تكون هيك على كيف كيفك. نزل لي هالدب هاد من عندك لشوف. ايه هذا هذا خالتي هادي. تقبر قلبي خالتي، بدك القماشه تكون تقيله ولا خفيفه؟ لا خالتي تقيله تقيله. فرد مره. يا بر قلبي ما احلى. هلا.